بشر من الدورة التدريبية لتطوير مهارات سلامة للسائقين الشباب. أنا شادية فيسو ومعي سامر رضا. كيف حالك سامر؟ تمام الحمد لله. سامر من سوريا. سوريا. حدثنا عن نفسك. أنا سامر رضا من سوريا. جيت هلا مع نادي السيارات السوري للمشاركة في دورة تدريبية لتطوير مهارات سلامة للسائقين الشباب. وتعلم عن طرق إنقاذ أشخاص في حال حوادث وإنقاذ من الحريق. وأنا من أول ملتزم مع نادي السيارات السوري يعني من السنوات السابقة، وكنت أتابعهم في البطولات والسباقات الماضية. تعمل دورات كثير معهم؟ عامل دورة بهالمرة معهم، نفس الدورة بسوريا. إيش أكثر دورة شاركت فيها وتعلمت فيها هلا من ناحية السلامة، السلامة الطرقية هي عملت سنة 2011، وهي السنة هلا كانت مثل يعني تأكيد أو تثبيت للدورة السابقة يعني، وتثبتت معلومات أكثر يعني. شو سر حبك لرياضة السيارات؟ أنا من صغري بتابع، بحب رياضة السيارات، وكنت تابع سباقات اللي ينظمها النادي يعني. أول ما بلشت كنت تابعه وكنت أحب إني أشارك. ما زبطت يعني معي اموري حتى لسنة 2011، اخر بطولة اللي نظموها اشتركت فيها. اشتركت ببطولة سباقات السرعة لعام 2011، مؤلفة 5 مراحل. اشتركت بالبطولة كاملة على فئة الهواة AM1 على 1600 cc. اشتركت الحمد لله، الله وفقني وجبت على البطولة كلها تعليق. تمام. وسمعنا انه عندك جمهور كبير، انك كثير اجتماعي. الحمد لله. انا مين اكثر من شجعيك؟ والله كلهم رفقاتي يعني، زملائي بالعمل، رفقاتي، رفقات الشباب اللي دائما على التواصل انا وياهم يعني، واقربائي. سامر، شو المناسبات اللي بتحب تشارك فيها؟ والله انا هلا مركز على سباقات السرعه لانه فيها روح المنافسه والتحدي، بتعطيك يعني تقنيك عالي انه تظبط لك القياده كيف تفوتي وتطلع من المسار. بس ان شاء الله بطمح لسباقات تسلق قطبي و يعني سباقات عالميه. طب كسائق شاب، كيف انت ممكن تتميز بسباقات السرعه؟ ايش ممكن تعمل لتصير متميز؟ يعني هو اهم شيء الواحد انه يحافظ على سيارته تكون بجاهزية كاملة، اندامه يكون لائق بشخصيته وقيادته، ويحقق دائما المراكز، يحاول يضل بالمراكز الثلاثة الأولى. أكيد بتسمحوا تعمل الناس تكون بالمراكز الثلاثة الأولى. سامر، هلا أنت لو كان عندك دعم بتشارك ببطولات أكثر؟ طبعا، لأنه متسابق ما عاد يحمل هذا الهم اللي هو بيشيله بالعاده، انه انا بدي اجهز. بصير في عندك سبونسر دعم، هو بيحمل عنك بيشيل عنك تجهيزات من معدات سياره لاعلانات، ممكن يقدم لك لباس، ممكن اي شيء. شو بتصير للداعمين لتشجعهم؟ يعني انا اهم شيء انه انا بحاول مثل ما اكون على اهم اكمل جاهزيه من ناحيه السياره واللباس، دائما تكون باول في المراكز ان شاء الله. ايوه سامر رضا، شكرا كثير، انبسطت احكي معك كثير، وان شاء الله بالتوفيق بسباقات اللي بتشارك فيها. وكثير منيح انك عم تعمل دورات عشان تجهز حالك لما ان شاء الله يجي عندك سبونسر وتقدر تشارك بالسباق وتكون جاهز. هاي المقابلة بتشوفوها والمقابلات الباقيين على الصفحة الرسمية للنادي السوري للسيارات Syrian Automobile Club على اليوتيوب. خليكم معنا.